قبل ما يصير الزلزال تقريبا شغلت ربع ساعة فقت أنا والله. يعني كأنه الله قال لي إنه قوم ودع اسمه أولادك، ودع زوجتك، ودع أولادك. يعني سبحان الله. كان ابني عندي ولد عمره سنة وشهر نايم جنب اسمه أمه، ما له اسمه غطا، ما له غطا يعني. فجأت أمه قلت لها إنه ابني اسمه غطي، وغطيت أولادي سبحان الله. هالحكي بالأربعة تقريبا شطحت، أخذت عيني شوي، ما حسيت إلا هزة قوية جدا، هزة قوية جدا إجت، فزيت على حيلي وقمت لفيقوا قلت لهم قوموا اطلعوا من البيت. سبحان الله وقفت أنا هون فاتح لهم الباب، وقفت عند الباب. اجت الثانية الهزة القوية، طلعت على قرص الدرج لفوق، هون نسيت كل شيء، يعني ما بتذكر لا اولاد ولا بتذكر شيء ابدا ابدا. وجت هزه قويه جدا جدا، انا كنت على السطح، ما في 10 ثواني كنت على السطح، التالت نزلت انا والصبي وفوقي بلوك وحجار، ما بعرف ايش فوقي، بس انا هون صاحي. يعني لما قمت طلعت هيك صحيت الله اكبر، شو هذا؟ يعني شيء ما بتخيله العقل، ما فيني اوصف لك يا شيء ما بتخيله العقل. الحمد لله رب العالمين، قدر الله ما شاء فعل. صرت صيح اولادي، صيح صيح ما حدا يرد. اولادي كلها عندي 6 اولاد وامهم، عندي طفل رضيع وعندي بنت عمرها 6 سنوات وعندي طفل عمره 9 وعندي بنت عمرها شيء 10 سنوات وعندي شاب عمره 13 سنة وعندي بنت عمرها 16 سنة، وفي أمهم معهم كانت. يصيح ما حدا يرد علي أبدا، والدنيا مطر 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 سبحان الله، وأنا مكسر ومالي خبر. يعني أنا إيدي مضروبة هون وضلعي مكسور، الجرح مو بقوله هيك حيمي، ما عم حس. نزلت لتحت ولا أنا كنت شو بدي أقول لك، هيك يعني صبي هيك مكسر، صرت انزل هيك يعني بدي اطلع صيبة الشارع، بدي اصيح للخلق يجوا يطالعوا لي اولادي. ولا في جار نجسته وابنه، خيو شيء ما بعرف ايش بدي اقول لك، ما بعرف. جنب ابنه لفه بحضنه والفوق صب السقف فوقهم، وانا نازل ولا في عيله تحت رديم بلوك وحجار وسخ فوقهم، ولا عم يصيح لي إلي إنه أنا عم صيح، ولا بيقول لي جاد عم تسمعني؟ قلت له عم اسمعك. قال لي أنا تحتك، شيني لا أدوس علي. لما رفعتها أول مرة ما كانت ترتفع معي، مسحت يا قوة الله ورفعتها شي 6-7 بلوكات مع بعضهم ورفعتها، ولا في عيلة تحته، في زلمة ومرته في أولاد 2، أنا شلتها ولا في حرمته تركتهم ضليت ماشي. يمكن طلعوا حالهم، طلعوا حالهم طلعوا، بس أنا بدي مين طالع لي بقانس مع أولادي؟ صيح للدفاع المدني، ما في حدا، للعالم، يا عالم يا ناس، ما لي غير كبر واستجير في الله. ايش بدي اسوي؟ استنيت بعد 7 ساعات طلعت امهم، جسمها كله متكسر يعني، او شيء طلعت بنتي، يا ربي استغفر الله العظيم، طلعت بنتي بعد شيء 3 ساعات. بنتي حلقة عمرها 10 سنوات. بعد بسبع ساعات يعني بال 11 تقريبا طلعوا لي زوجتي وطلعوا لي صبي محمد اسمه عمره 9 سنوات، وبعدين طلعوا لي بنتي صفاء عمرها 6 سنوات صف أولي. هدول طلعوا لي، تموا 3، تمت بنتي عمرها 16 وابني عمره 13 وعندي طفل رضيع عمره سنة وشهر. هدول طالعوا لي ياهون بليلة نفسها، يعني نفس النهار بالليل طالعوا لي ياهون الساعة تقريبا 3 بالليل، طالعوا لي البنت والولد الصبي، ضم في عندي طفل اسمه رضيع
ما طالعوا لي إياه لتاني نهار الظهر. اللهم عافينا، رأسه مضروب يعني. حتى أنا ما استجرت أشوفه، بس اللي شافوا قالوا لي. أنا ما استجرت أشوفه، شفت أولادي هذوك ودعته، بس هو لا. ما عم صدق يعني، هلا عم بحكي معك انا ما عم صدق انه هالشيء صار فينا. الحمد لله رب العالمين، قدر الله ما شاء فعل. انا طلعت كنزه داخليه وبيجامه داخليه، ما معي شيء، بيتي انهاد وارزاقي راحت، ما ضل عندي شيء يعني. الحمد لله رب العالمين، هيك الله بده، معلش. الحمد لله رب العالمين، ما ضل عندي شيء طاول خالص يعني. الناس بتتحنن علي يعني، الأغراض الله بيعلم من وين، أكل، في إغاثات بيجيبون أكل، أطعام، بس هذا كله ما بيعوض على اللي فان راح. أنا رزقي كله راح، ما ضل عندي شيء، مأوى ما ضل عندي، بيت ما ضل عندي، رزق ما ضل عندي، أولادي أغلى من كل هدول. بس أنا لو ما أنا في عندي ثلاث أولاد، عندي خمسة أولاد، أنا عندي زوجة تانية عندها اسمها دو ولدين كمان، أنا عندي خمسة أولاد، عندي ثلاثة من القديمة ضلوا، ومن الثاني عندي ولدين. يعني العالم عم تتحنن علينا، عم ناكل وبنشرب، الحمد لله رب العالمين، والله ما بيقطع. بس هذا الشيء ما بيعوضني انه يكون عندي سكن، يكون عندي مأوى، يكون عندي عفش، يكون عندي يعني يكون عندي مستلزمات لهذا الحياة مثل اي اسماء بشر. الحمد لله رب العالمين، قدر الله ما شاء فعل. وراح لي ثلاثة الله يرحمهم، وعندي ثلاثة أولاد اسمهم مصابين، اثنين عمليات، وفي عندي طفل هاي اللي عمرها ست سنوات، إيده وإجرة ما تسمى بتحركه. أنا شيء ما بيعوضني يعني، كل شيء الدنيا كلها ما بتعوضني عن ظفر من أولادي. هاو ذكريات أولادي، ها جبت له يا بس بالليلة اللي راح فيه الله يرحمه.